بعد جواز سنتين وكلام حب وصور وانسجام، فجأة انفصلت غادة عبد الرازق عن جوزها هيثم زينيتا ومسحت كل صوره على حسابها على انستجرام بعد ما كانت لسه ناشرة صور من كام يوم وهي في رحلة معاه ومبسوطين وبيقضوا أوقات أسرية حلوة، لكنها بدون أي مقدمات انفصلت عنه. يا ترى إيه اللي حصل؟ غادة عبد الرازق وهيثم اتجوزوا تاني من سنتين ورجعوا لبعض بعد ما كانوا منفصلين من زمان، ورغم إنها اتجوزت بعد كده كذا مرة لكن النصيب جمعهم تاني مع بعض من سنتين تلاتة، وده لما كانت بتصور مسلسل سلطانة المعز، ورجعت المية لمجاريها واتصالحوا واتجوزوا تاني. وأعلنت غادة وقتها جوازها هي وهيثم من جديد، وخلال السنتين دول كانوا عايشين أوقات حلوة مع بعض، وفي النص كده طلع برضو إشاعة عن انفصالهم في أواخر سنة 2022، لكنهم بسرعة لموا الموضوع وكملوا جوازتهم عادي. لكن كل الناس كانت متوقعة نهاية العلاقة دي علشان كل شوية يرجعوا لبعض ويحصل بينهم خلافات ويصيبوا بعض، ودي مش أول مرة. علشان كده خبر انفصال غادة عبد الرازق وهيثم ما كانش مفاجأة خالص اليومين دول. اللي حصل إن غادة وهيثم انفصلوا بهدوء من أيام قليلة، لكن محدش فيهم أعلن الخبر رسمي، وغادة تجاهلت الموضوع عادي ونشرت بوست من يومين عايدت فيه على الناس، وكمان هنتهم بالعيد وكله زي الفل، وما جابتش سيرة جوزها خالص. لا، دي كمان مسحت كل صور من عندها على انستجرام ولغت متابعته على السوشيال ميديا، وهو كمان عمل زي ما هي عملت ومسح صورها من عنده، ومن هنا بدأ يتسرب خبر الانفصال. غادة وهيثم علاقتهم بقالها 10 سنين، وأول مرة عرفوا بعض وهي بتصور مسلسل حكاية حياة، وده سنة 2013، وهو طبعاً مدير تصوير كبير واشتغل معاها بعدها كتير، لكن في كواليس المسلسل ده قربوا من بعض جداً، وطلعت إشاعات كتير وقتها عن جوازهم، لكن غادة ما أكدتش الخبر لأن وقتها كان في قصة حب بينهم، وبعدها اشتغلوا مع بعض في كذا مسلسل وفيلم ليها، ومرت الأيام ورجعوا اتجمعوا تاني سنة 2020 وشاركها في تصوير مسلسل سلطانة المعز، والمشاعر اتجددت من تاني وقرروا يتجوزوا بجد وأعلنوا الخبر، رغم إن هي أكبر منه بحوالي 10 سنين، لكن واضح إنهم ملهمش نصيب مع بعض وكل ما يتجمعوا يتفرقوا تاني، وانتهت علاقتهم بالطلاق خلال الأيام الأخيرة، رغم إن غادة لسه كانت نشرة صور ليها مع جوزها وهم في أجازة في باريس، لكن النصيب غلاب. هيثم ده الزوج الـ 12 لغادة عبد الرازق، هي معروف عنها إنها اتجوزت كتير، منها جوازات سرية محدش يعرف عنها حاجة، ومنها جوازات هي قررت تعلنها للناس عادي، لكن لما غادة طلعت في برنامج من كام سنة واتسألت عن عدد جوازاتها قالت إنها اتجوزت أكتر من 10 مرات، بس مش فاكرة تحديداً مين الزوج العاشر والحداشر. لكن أول جوازة في حياة غادة عبد الرازق كانت عندها 17 سنة واتجوزت رجل الأعمال السعودي عادل الأزاز، خلفت منه بنتها روتانا وعاشوا مع بعض 7 سنين، ودي أطول جوازة في حياة غادة عبد الرازق. ورغم كل جوازاتها ورجالة اللي عرفتهم غادة، إلا إنها قالت سنة 2019 إن طليقها عادل هو الراجل الوحيد اللي ندمت عليه لأنه راجل محترم وأبو بنتها، وحست إنها خسرته فعلاً، لكن أي حد بعد كده ما فرقش معاها. الجوازة التانية لغادة كانت مريبة برضو، اتجوزت رجل أعمال من بورسعيد لكن كان راجل كبير قد باباها، وفرق السن بينهم كان كبير جدا، لكن الجوازة دي ما استمرتش كتير وانفصلت عنه وما اتكلمتش عنه كتير في أي لقاء، ومحدش يعرف هو مين أصلا. وفي سنة 2001 اتجوزت غادة المحامي حلمي سرحان، لكنهم انفصلوا بعد سنة واحدة بس، وبعدها بفترة اتجوزت المنتج وليد التبعي، وكان في الأول جواز عرفي وبعدها بقى رسمي، وانفصلت ورجعوا لبعض 3 مرات لحد ما سابوا بعض خالص سنة 2009. طبعاً كلنا عارفين جوازة غادة عبد الرازق والصحفي محمد فودة، وهم كانوا صحاب أكتر من 18 سنة، لكنهم اتجوزوا وهي كانت بتحبه جداً، بس انفصلوا في 2015، وده بعد ما اكتشفت إنه عرف حد تاني عليها. دي الجوازات اللي غادة أعلنتها، لكن الباقي محدش يعرفه وهي رفضت الكلام عنهم، دي كمان ناسية أصلاً من رقم 10 ده، عشان كده الناس كانت متوقعاها إنها تنفصل عن هيثم ومش هتكمل زي باقي جوازاتها.